ايه فوتون. فرات ما انتبهت لما اتصلت فيني، ما تواخذني. ولا يهمك، كان مشغول بالي عليك. انت بالورشة؟ ايه بالورشة. صار شي معك؟ انا تعبت، بدي اجي اشوفك. ماشي، عم بستناك. وينو الأغا تبعك يا أهبل؟ وينو لك؟ ما بدك تحكي؟ وين الأغا تبعك؟ أخي، هلأ بيكونوا العمال خبروا الشرطة، خلينا نهرب. صبري، إذا مسكنا ما رح نقدر نخلص شغلتنا. ليك، قول للأغا الكلب تبعك وين ما راح، أنا رح لاقي. فهمت؟ فهمتوا لك؟ فهمت. هو وهي بدي موتون وقتها بيخلص شغلي. امشي. خلينا نروح بسرعة. هات المفاتيح لك. ما بدي ينقص شي أبداً، بس تخلص المعاملة بتبعتها على المعمل. تكرم عيونك عدنان بيك. شكراً أخي. شو في رضا؟ هجموا على المعمل يا آغا. شو عم تقولوا لك؟ أكيد رح يجي صبري لهون لحتى يخلص عليها. نعم، تعا فورا على المعمل بسرعة. شوفي عدنان مو هيك؟ ايه، قال لي تعا فورا على المعمل، بس انا ما بقدر. شوف، انا رح وقف هون قدام الباب بلا ما يعصب عليك عدنان. روح. لو هالوسخ عدنان يعطينا حقنا منعيش مثل الملوك، ويفضل ما نرجع نشوف وشه. لا، لازم يعطينا، هو ما عنده حل تاني. هذا حقنا، إذا بده وإذا ما بده لازم يعطينا، وبعدين منترك هالمكان. يعني بتكون تروحوا؟ أكيد، بس أنا بقيت هون يعني كرمالك. وهلأ كيف تسني؟ ما بعرف، أنا على طول عم بشتغل غلط. لا، أنت ما بتشتغلي غلط، خلص حاجة تلومي حالك بكفي. طيب إذا شغلي مو غلط، ليش ولادي تعيسين كل هالقد؟ جواد ما عم يحكي، بحاجة لطبيب نفسي. مو بحاجة طبيب، هو بحاجة أمه. كل ما بقول نجحت بهالشغلة بتقلب ضدي، وهذا دائما عم بيصير. أنا عن جد تعبت كتير وما عم بتحمل. فتون، أنت أقوى مرة بشوفها بحياتي كلها. بجوز، بس أنا ما عم بقدر أرضي ولادي بنوب. البنات ما هن حق. الصح مثل ما قالوا، أخذ من عدنان حصة مراد ونروح من هون. بدنا نقتل هالكلب.
وبعدين منروح على المستشفى ومنخلص على تسنين. لك أخي عم بيدوروا علينا بكل محل، نحن لازم نلاقي شيء قرنة نتخبى فيها، يعني شو قاعدين عم نعمل هون هلا؟ سكوت! بدنا نخلص يا فاتح! إذا عدنان ما رح يجي لعنا نحن بدنا نروح لعنده، فهمت علي؟ تعرف بيته لهالواطي؟ إيه بعرف. يلا شغل السيارة. قاسم رجعوا مرة تانية، بدهم يقتلوا يا قاسم، خربوا الدنيا. أنا كنت بدي شوهن وفعسوا برجلي بس هنن بقى هربوا. ما في أخبار عن تسنيم؟ لا أمي. راحت نارين لعندها، اتصلوا فيها لنطمن. قفل الباب عدنان! مرت عمي؟ احكي وين عدنان؟ احكي وين عدنان يا مرا؟ هو رح يلاقيك، انت لا تهتم، روحي على شغلك. بعد عنا ولاك. نبال 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 انت منيحة؟ شو عم يصير ولا؟ اجوا مرة تانية اخواتها لتسنيم، وانت وقفت مثل الدور وتفرجت عليهم، ليش ما خبرت الشرطة؟ اتصلت بالضابط لؤي. يا الله. ها ليكو اجا. شو اللي صار رضا؟ نبال 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 وينك يا كلب؟ هني بالبيت يا حضرة الضابط. اسمعني منيح يا صبري، إذا لمست أمي وأختي وابني والله العظيم لا أتلك وشرب من دمك. عم بستناك، تعال تعال أنا بالقصر. أمي لك لك اسمعني ليك، إذا لمست نبال وابني بحلف يمين إني رح موتك بإيدي. يا عديم الشرف، إذا إلك حساب عندي تعا وخده مني. لك أنا بورجيك. مبين هدول بدهم يعملوا اللي براسهم وما رح يعقلوا لحتى يقتلوا الأغا والأخت تسنيم. نبال صار له شي الولد يا نبال؟ ملك راح أشوف إذا ابنك الواطي راح يجي ولا لا. ابني ما بيهرب، وخصوصي من كلب مثلك مستحيل يهرب. انت استنى استنى، راح يجي ابني عدنان ويجيب أجلك. هدول هجموا على المعمل وهلأ راحوا على البيت. كيف؟ ما رح أتركك أبداً. أخي خلينا نمشي. لك لوين؟ بدنا نستنى لنشوف، بدنا نستنى ليجي عدنان. لك أخي أنت مفكر أنه عدنان رح يجي لحاله يعني؟ بيكون خبر الشرطة وكلهم رح يجوا معه هلأ. خلينا نروح مشان الله. يلا Thank you.
أرجوك لحقهم. بعرف وليكني رايح لعندهم. أنت بالبيت؟ لا أنا هلا رايحة. لا لا نارين لا تروحي، عجلك شوي. أخي بوس إيدك خلينا نروح، لازم نروح. أنت مو حابب نخلص من هالشغلة؟ رح أرجع وعن قريب، ورح أشرب من دم ابنك وعد. نبال 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 يلا قومي. إذا ما علمت عليك يا عدنان ما بكون صبري. أخي اطلع بالسيارة خلينا نمشي هلا بمسكون. اطلع نبال، أنت منيحة؟ في شي عم يوجعك؟ قومي بدنا نروح على الدكتور. لا أنا منيحة، لا تخافي علي بعد شوي بتحسن. الحمد لله انك اجيت. في حدا صار له اي شيء؟ اجوا اخوات تسنيم لهون وقوموا الدنيا بالبيت ودفشوا نبال. انت منيحه نبال؟ ايه منيحه. قدري يا خانو، بدي فوت لجوا واتسطح، لازم ارتاح. اه. نبال نبال ست نبال 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 شوفي نبال شبكي، انت منيحه؟ ايه منيحة. ما في شي اهدى شوي. امي كيف بدي اهدى؟ انت مو شايفة وضعها؟ خلوني فوت لجوا. امينة خليكي جنبها ولا تتركيها بنوب. يلا ملك سعدية يلا. امي انت منيحة؟ اسمعني، بتروحوا بتمسكن لهالكلاب لانه اذا لقيتن قبلك رح اقتلن. كيف تسنيم؟ منيحة. انت شو عم تعمل هون؟ الآغا اللي استنى عندها. اصلا لو اجا هو كنت استغربت. اخواتها لتسنيم هجموا على القصر مشان يقتلوا عدنان. اخواتها هجموا على القصر؟ ايه بس ما بعرف شو صار، ما كفاهن انه نقوصوا تسنيم، هلا راحوا هجموا على القصر. كيف بيهجموا على القصر؟ لا اطمن على الاولاد. لا تخافي عليهم، عدنان آغا بالقصر. قدري يا خانم طمنيني الولاد بخير. لا تقلقي فتون كلنا بخير، اصلا الولاد كانوا برا ما نون هون. ماشي هلا انا بحكي مع البنات. مش الحال هيك قالت لي قدري يا خانم، بس واضح الرجال ما نون طبيعيين، طالما دخلوا هالمره رح يلاقوا طريقه تانية. نعم ماما. انتوا لسه بالحديقه؟ ايه شوفي. ماشي استنوني أنا جاية فورا. ماما شو صاير؟ ليش هيك صوتك؟ صار شي وبس إجي بحكي لك. ماشي. شو صاير؟ ما بعرف، أنا رايحة لعند البنات، إذا صار أي شي أحكي معي. ماشي شكرا. إذا ما خليتهم يدفعوا تمن هالشي أنا ما بيكون اسمي عدنان. ما قلت لك يا عدنان، قلت لك ما بصير ترجع البنت. انت مع هالشي ما رديت وجبت المصايب على راسنا. اخي يا عدنان شو بدي اقول لك؟ اخ ايه بكفي امي، مو ناقصني لا تزودي علي. انا بعرف شو بدي اعمل معهم. شو لؤي شو واقف عم تعمل هون؟ روح ولاقي هالكلاب. في دوريات عم تلاحقهم، انت لا تشغل بالك، انا لازم روح خالي قدري. خالتي خالتي شو صار؟ شو صار؟ احكي لي. عدنان بيك بيحكي لك، انا لازم روح. شو نارين خانم، نحن هون مشغولين بشي وانتي. خلصنا بقى بكفي عدنان، من وقت ما اجيت ما سكتت وعم تتحرش بالكل. حاش تتحرش، بكفي بقى. لما قلنا لك لا تعمل هيك وترجع البنت ما رديت علينا، ها؟ هلأ صارت مشكلة شرف،
يلا ورجينا كيف بدك تنظفها. إذا هالبنت بيصر لها شي لنشوف كيف بدك تتحمل خطيتها برقبتك. ها شو صار؟ مسكتوهن؟ لا سيدي، ضيعناهن، تركوا السيارة وهربوا ونحن عم نتابع البحث. دوروا بكل مكان حتى تلاقوهن. أختي خلينا نروح. تكرم حبيبي. شوفي حبيبي، يلا نروح نجيب غزلة طيبة. خليكي أنا بجيب له. لا أنت عادي، تعال نشوف. مايا، حكينا سوا بالموضوع وكنت مفكر أنه حلينا. نحن مو اتفقنا؟ حتى أنت وافقتي. ما بعرف ليش عم ترجعي تحكي بالموضوع. بدك لونه زهري؟ بدي أصفر. أنا حبيتك كتير يا نزار. لما بتقول خلاص مو صح، أنا عقلي بيعرف الصح بس قلبي ما عم اتحكم فيه أبدا. بس أنا عم حاول معه وعم أطعنه كل يوم. مفكر هالشي كتير سهل علي؟ أنا كل يوم بشوفك وكل يوم بسمع من عايدة عنك. مفكر إنه سهل علي ألعب دور المبسوطة منكن أنتو الاتنين؟ بس أنا بوعدك إنه تاني مرة ما رح يصير هالشي. شو ما رح يصير؟ ما عم نخلص من المصايب ابدا. شوف حالتنا، عم يجوا رجال ويهجموا على القصر بالاسلحه. كملت معنا تشتغل شي بدون ما تفكر شو هي النتيجة وبعدين تجي المصايب علينا. يا محلى المصايب يلي عم تيجي من برا، الخوف من المصايب يلي ببيتنا. شو مسكتوا هالكلاب يا لؤي؟ كنت عم تحكي وإيدك مليانة. لقينا السيارة اللي تركوها، ما رح نطول حتى نمسكهم. قلت لي رح تمسكهم؟ إذا بتضل تحوم حوالين بيتنا أكيد رح تمسكهم. هو شو قال لك؟ ضراب السخن ما مسكهم. إذا كان كل همه يروح ويجي على بيتي ومعروف من شان مين؟ عدنان. خلصنا أمي، على كلين لا تخافوا. هلأ أهم هالكلاب إنه يخلصوا حالهم، ما رح يجوا بعد هلأ. أنت ليش تركتي نبال؟ نامت يا عدنان. كيفة منيحة؟ ايه مرت عمي، خف عليها المغص شوي. رضا افتح لي ادنك، روح ودبر لي زلمتين وخليهم يحرسوا قدام القصر. اسمع، بدي اياهم جدعان احسن ما طلع كل قهري فيك. وحط اثنين قدام المعمل ويكونوا جدعان. يلا. لوين رايح؟ لازم روح على المعمل. انتوا خلوا الباب مقفول وانتبهوا على نبال. فهمتوا؟ خالتي شو صار؟ اهلا اهلا اهلا، شوفوا مين عنا. شو دريت؟ فتون اتصلت فيني وخبرتني. قلت لي فتون اتصلت فيك؟ روح على شغلك عدنان. خالتي شو اللي صار؟ شو اللي ما صار؟ رضا. بلال شبك؟
لا تسألي يا ابني، آخ لو تعرف، اجوا اخوات تسنيم المشرانيين وهجموا على المعمل وخربوا وكسروا الدنيا يا بلال. لحين عدنان آغا وحالفين ما بيتركوه لحتى يقتلوه. وعمي وهجموا على البيت كمان، والآغا راح لهنيك. بس انت لا تقلق، عمك ما صار له شيء، من شوي حكى معي. الو عمي وينك؟ انت منيح؟ رضا عم بيقول انا بالطريق جاي على المعمل، ما فيني شيء يا سبعي اطمن. معلش تقلي الحقيقة. عم قلك ما في شيء، اطمن يا سبعي، هلا بس وصل بنحكي. يلا عايدة، ليش نزار راح هيك فجأة؟ شو قلتي له؟ يعني شو بدي اقول له؟ بس لما قلت له عن السائح يمكن انزعج من هالقصة وراح، هو يمكن ما بقي مشان ما يزعجنا. مايا، نزار عم يحكي الحقيقة. بعدين يعني وين بدك تشوفيه إذا هو هنيك؟ من شان الله يا عايدة سكري على الموضوع، ماما جاية. شوفي كيفك ماما؟ يلا طالما أنت بالحديقة ألعب شوي. أمي شوفي، إخواتها لتسنيم هجموا بالسلاح على القصر وكان بدهم عدنان. شو؟ كيف هيك؟ كيفك عمي؟ اهدى يا سبعي، ما في شيء. كيف بدي اهدى وهن اجوا لهون؟ الكلاب مو بس اجوا لهون، كمان راحوا هجموا على القصر. عمي خلص يا ابني، تعا خلينا نفوت لجوا ونحكي. يعني لما عدنان رجع تسنيم على بيت اهله، اخواته اعتبروا انه هي مساله شرف. انا ما عم صدق بنتي، ما قلت لك انه تكساس اكثر امان من هون؟ قد ما صرختي ما حدا رح ينفعك بشي. بيهجموا بالسلاح على البيوت وبيقتلوا الناس، هذا بيضرب هاد والتاني بيضرب، ونحن هيك قاعدين عم نستنى دورنا. فهموني هلأ كيف بدي أحكي معه، عم ببذل كل جهدي لهالموضوع. أمي عم تقولي إنك عم تبذلي جهد؟ عن جد إذا بدك منا نصدق إنك عم تبذلي جهد تخلي عن حلمك إنك تبلشي من الصفر؟ بالأول لازم تاخدي حقنا منهم وبعدين خلصينا من هالناس. تعا يا ابني عود هون. ايه عم يحكي لي، شو صار؟ ما في شيء مهم يا بلال، بتعرفون لاخواتها لتسنيم، ما كتير مهم. شلون مو مهم وهجموا بالسلاح على البيت؟ ليش شو بدهم منك؟ نحن ما منترك الكلاب تعلي صوتها علينا يا سبعي، هذا كله من فضايح تسنيم. وهنيك كمان ما قعدت عقلي، انا مو رجعتها لبيت اهلها؟ الله اعلم شو حكت وشو عملت وشو حرضت اخواتها علي. بس انت اهدى ولا تقلق، نحنا روحنا ومالنا ما لقيناهم بالشوارع. مين ما بده يفكر يحط عينه على مالنا ولقمتنا منقلع على عينه، ويلي بده يمد ايده منقطع له اياها. انت لا تهتم، عمك بحل كل شيء. انا كل همي هو مصلحتك انت، اذا انت منيح انا منيح، واذا انت مبسوط انا كمان بكون مبسوط. اللي بس مين هدول عمي؟ يا الله يا سبعي، انت لا تحط براسك هالكلاب ابدا، تمام؟ ها شو جبتوها؟ ايه جايين، يلا يلا ابني خلينا نطلع. مو قلت لك عندي مفاجأة؟ كل شيء تمام ابني، شبنا عمك هون لسه ما مات ونحن فوق راس عيلتنا، ورح نحاسب هالكلاب، انت لا تاكل هم. ما بدك تشوف المفاجأة؟ خلينا نشوفها. قوم. خالتي انا ماني مرتاحة بنوب. بس هي تسنيم كيف عرفت ومن وين عرفت؟ انا ما بقدر اتنفس اذا هي قالت شيء. خالتي كأنه في شي كابس على صدري هون، خايفة يعرف بلال الحقيقة ويجي بأي لحظة حتى يحاسبني. بنتي تسنيم همة تقوم من الموت. خالتي أنا طول الليل عم شوف كابوس،
كأنه عم بيخبرني بشي. كان بإيدي لفت ولد عم بهرب فيها، وكل ما لف لورا بشوف تسنيم وفتون. خالتي أنا عن جد كتير خايفة، وما بعرف قديش ممكن أعيش مع هالخوف، بس بلشت خاف من حالي كمان. نارين، هالكلاب اجوا وهجموا على البيت وانت عندك وقت حتى تحكي بهالموضوع؟ ها؟ أمينة، قفلتي الباب يا بنتي؟ قفلته مرت عمي، عدنان بعد زلمتين وهلأ واقفين عند الباب. يا الله تلطف فينا. يا سلام يا سلام يا سلام، شو حلوة هالسيارة. تفضل عدنان بيك. هات لشوف. شلون؟ عجبتك؟ حلوة، ألف مبروك. شكرا ابني. بالإذن منك عدنان بيك. شكرا، إذنك معك. يلا الله معك. أوهو، هدول عن جد مضيعين حالهم، غلطانين بالاسم بالرخصة، بلال شنفردي. كيف هيك؟ ما رح نقدر نعمل شي يا ابني، السيارة هي اختارت صاحبها، هي إلك. عن جد؟ ابني، هاي السيارة يلي قدامك ولا شي، هالمعمل والأراضي والبساتين كلهم إلك أنت، كلهم، كل شي شايفه بعينك هو ملكك. إذا أنا اليوم هون بكرة لا، بس من شان تتعلم الشغل بدك تضل دايما معي، وبعدين أنا بقعد على جنب، وبعدها بلال شنفردي رح يكمل. على فكرة ابني، أماني برقبتك، أنا بقيت سنين حاطت أمانة أبوك جوات عيوني وحميتك وربيتك لصرت شاب، وهلأ أنت لازم تحمي وتربي ابني. تمام عمي، بس هلأ ما في داعي إلى أبدا. ليكون ما عجبتك. لا عمي كتير حلوة. شكرا لك. عمري أنت يا بلال، عمري أنت، عمري. كان عنده مرة مثل الفلة، الأخت خيرية، طلعوا عليها حكي، وصبري بدون ما يسأل ولا يعرف راح وحاول يقتلها لهالمسكينة، والمرة هربت. بس من مين هربت؟ صبري راح ودور عليها ولقاها وقتلها. ها؟ الباب مسكر ومحطوط عليه حراس. معلش أحسن هيك. أمينة، فتون، فوتوا منحكي جوا. كيفك قدر يا خانو؟ منيحة يا بنتي منيحة، إن شاء الله راح الشر بحاله. الحمد لله على سلامتك يا ستي. شكرا يا بنتي، شكرا. صبري بكفي، إمتى رح نوقف؟ ما رح وقف يا فاتح، ما رح وقف، عم تفهم؟ اليوم بدنا نروح على المستشفى، وهنيك رح نكمل شغلتنا مع تسنيم. بس هيك رايحين على النار برجلينا؟ ايه، ونروح
بس مع بعض. إذا بدنا نحترق منحترق سوا، وأنت ما رح تعترض على شيء أبدا. أصلا اللي بده يعترض علي رح أشرب من دمه. هاي المرة، المرة اللي هجمت علي الحامل، مين هاي؟ أخته لعدنان؟ والله يا أخي ما بعرف، بس سمعت عن هالمرة. هي كانت بتشتغل عند عدنان، وبعدين قالوا إنه حملت منه، طلعها من المعمل وأخذها لعنده على البيت لأنه حابب إنه يصير عنده صبي، هيك حكولي. فهمت، لكن مشان الصبي بده يرمي أختنا برات البيت، ولما أختك عرفت بالوضع صارت تلعب بديلة. حلو حلو. أنت بشو عم بتفكر؟ صرتي أحسن هلأ؟ قلت لك أنا منيحة، كم مرة بدي عيد؟ أختي شو هالورطة يلي نحن فيها؟ وين وقعنا؟ لا تقولي هيك يا عائشة، لا تتهمي كل العيلة بسبب شخص واحد. لولا قدرية خانهم وفتون وأمينة شو كنا عملنا؟ قليلي لولاهن هن ما كان عنا بيت يسترنا، ولو ما كان بلال. صحي ما قلتي لي شو حكيت وانتي وياه؟ حكينا بدراستي. وانتي شو قررتي بعدين؟ عم فكر كمل دراستي، هذا هو الصح. شكرا لك يا عائشة، انا شو بدي اكتر من هيك؟ انتي رح تصيري محامية. وبس اتخرج اول شي رح ارمي عدنان بالسجن وخلصكن منه. لا تحكي هيك، هلأ بيسمعك حدا. حتى لو سمعوا ما حدا رح يزعل، انتي لا تخافي. نارين انتي منيحة؟ كيف تسنين؟ مرت عمي، الأخبار عن تسنيم كتير منيحة، بكرة منروح سوا منزورها. منروح يا بنتي منروح، شو ما كان يكون ما بصير نترك هالمسكينة لحالها هنيك. يمكن كل طبعة سيئة ومشاكستها بس لأنها وحيدة. العجز والخوف بيخلوا الواحد يغلط كتير، بس نحنا ما لازم ندير ظهرنا إلها، مو هيك نارين؟ أهلين فتون. مساء الخير بنتي. هيك عيب أمي، سلموا على ستكن. كيفك ستي قدرية؟ بنتي لا تسأليني مجاملة، بس يكون من قلبك اسألي. ها وهي اجى عدنان الصغير. انتي شو حكيتي؟ ما دخلك. ايه وشو بدك؟ ابني خلص اتركها، لا ترد عليها. بكفي بقى. والله اليوم بكفينا كل المشاكل يلي عشناها. ما بدي اتخانق مع حدا ولا بدي اسمع حدا. ما حدا رح ينزع مرانا انا وبلال، ما هيك يا سبعي؟ خير يا عدنان، ليش مكيفين بنص كل هالمشاكل؟ عمي اشترى لي سيارة. شو؟ شو انتو عم تتمسخروا علينا؟ نحنا غرقانين بهمنا وانتو عم تشتروا له سيارة؟ ما حذرتوا؟ عايدة اهدي شوي. شو اهدى امي؟ انتي شو دخلك بسيارتي؟ مشكلتي مانا معك انت يا عدنان الصغير، بس عمي بده يعطينا حق ابي وهلا كمان. الله الله، هلا عمي بده يسألك شو بده يعمل؟ ها؟ أنا كم مرة بدي أقول لك إنه أبوكي هو أبي؟ ما رح أستناهم لحتى يجوا لهون ويدلوكي.
عن جد؟ لما اجى ابي ما كنت عم تطلع بوشه، هلا لما انفتح موضوع المصاري صار ابوك؟ لك والله بموتك بلال. بلال تاني مرة ما بتجيبي سيرة ابي. عايدة اهدي شوي، خلص بقى انت زودتيها. انا بشو زودت امي؟ مو صح اللي عملته يا عدنان، وخصوصي انه حكينا انه احنا على شو عم نتخانق؟ هجموا على البيت وتسنيم بالمشفى وانت بشو عم تحكي يا مرة؟ صحيح، هجموا على البيت وتسنيم بالمستشفى وانت عم تشتري سيارة. يا ترى كلفت خاطرك ورحت شفتها لتسنيم؟ ملك تركي، لازم اسألك اذا بدي اشتري سيارة لابن اخي؟ طبعا لازم تسألني يا عدنان، لما ما بتعطيني حقي بدك تسألني. ليك ولك ولك وقف امشي. شو بدكن مني؟ امشي ولا بوصك براسك. سوق هاديك السيارة. بكفي بقى، عن جد بكفي. انا ما فيني اتحمل انه كل مرة كلامك هو اللي لازم يمشي. طبعا هذا يلي بده يصير يا منزعة. بدك تعطينا حقنا وبعدين اعمل شو ما بدك. انتبهي شو عم تحكي. لا تتدخلي عايدة. ما عرفتك بنت المدينة، هي أول مرة بتحكي الصح.